كانت الحالة ديالي ماشي هي هذيك، ما كنتش نقدر نتنفس فيا النهجة، ما كانش فيا الصعد، ولكن حاسة براسي كيف تيقولوا مدقدقة. وهي هذيك جيت لهاد المحل، هاد لوبيتال الشيخ خليفة، كان واحد استقبال تنظن والله يعلم الحسن ما تنسمع، الاستقبال اللي كان عندنا هنا أحسن 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 من الدول الأوروبية، والحمد لله طيحني الله في واحد السيرفيس تيشرف عليه الأستاذ الكتاني هو والطاقم ديالو التقني وممرضين، هادو جنود جنود، وداك المجهود اللي داروا معانا، وهداك هذيك الحيوية اللي عندهم باش يخليونا واقفين، الله يجازيهم بخير. وبغيت نجازي صاحب الجلالة، الناس اللي في الأمن، كل شيء، لأن كل واحد قايم بخدمته، قايم من أحسن ما يكون. أنا الحمد لله شي شوية والفضل تيرجع لله سبحانه وتعالى، ولهاد الناس اللي حنا تيجيب لي الله، هاد لي باراميديكال وهاد لي زانفيرميي اكسيتيرا، مقصرين من جهتهم، خصنا نعطيوهم القيمة اللي تيستحقوها، قيمة كبيرة. هذه هي المناسبة. هي ملي سمعت بأن أنا قلت يمكن غير شي برونشيت ولا شي، ولكن ملي سمعت الخبر تصدمت. ولكن هاد الناس اللي مقابلين هاد لو سيرفيس عندهم واحد لا بسيكولوجي تري بارتيكولييغ باش يقولوا لك ويرطبوا عليك، ماشي يحطموك. عندهم دو لومباتي، دو لا جونتيس، دو لا كونسيديراسيون بور لي جون كي سون مالاد. شابو شابو شابو. لا لا، انا مغربيه، و مغربية، ما كنتش مسافرة، ما هادي غير دابا عندي، كان عندي دي كونتاكت مع مرضى، انا في واحد الدومين ميديكال كان عندي كونتاكت مع مرضى، وتنظن بان هذا هو اللي كان السبب باش يوقع لي هذا المشكل. صراحة صراحة خص الواحد يكون ما عندوش وعي، يعني انا ما تمنيتش لشي حد يدوز من هاد الظروف، حيت يمكن هما ما عارفينش هاد الظروف، ظروف صعبه صعبه صعبه. ما تمنيتش لشي واحد، لشي مسلم ولا لشي حيوان ولا شي واحد في الارض يدوز من هاد الشيء اللي دزنا. السلطات تقول لهم جلسوا في ديوركم، راه ماشي شقات ليهم واحد الصباح، راهو ما عارفين حنا اللي تقاسينا باش تنعانيو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.